هلا وشونكم، اهلا بكم بالتوتوريالات الاخيرة من هذا الفتشي من هذا السيريز الاكستيرير. اي المهم هسه احنا كملنا المفروض المودلنج كله وهاي الشغلات الرئيسية الاساسية، فهسه راح نبدي بالتوتوريالات الاخيرة هي الرندرة. اخيرا وصلنا للرندرة، انه راح نبدي نضبط الاضاءة والرندرة مال هذا السين. فاول شي على مود نبدي الرندر لازم عندنا HDRI. شنو HDRI؟ هي صورة نفس الوقت يجي وياها اضاءة مصوريها طبيعيا الكاميرا 360 درجة والفيزياء مالتها كلها طبيعية، يعني بدون ما تحتاجون. هو اكو طريقتين، اكو طريقة مال سكاي تكستشر مال نشيتا الموجودة بداخل البلندر، واكو طريقة مال اتش دي ار اي. نشيتا هي تكون فيزيائيا دقيقة اكثر وتكون اخف على الحاسبة، والاتش دي ار اي تكون شوية اثقل، خاصة من ننزل HDRI ثقيلة. زين، فهسة نجي نحط HDRI، نجي من الأوبجكت نحول إلى World، من هنا نجي نختار هذا وندوز Ctrl Shift T Ctrl Shift T، وبعدين نروح وين ما حاطين احنا ال HDRI. هاي ال HDRI اوتوماتي، فنختار وحدة منهن. مثلا هاي حختار، هسه احطها بالدسكربشن، عود انتظر يحمل. محمد ثواني، كنترول تي. اوبن، اوكي، خلينا نستخدم كنترول تي، نشتغل كنترول شيفت، نستخدم كنترول تي ونستخدم ال HDRI اللي نريدها. خلينا نستخدم هاي سنرايز اوبن. زين، هسه وراها على مود نشوف ال HDRI، نروح هنا نروح على EV نحولها الى Cycles، والسي بي يو نحولها الى جي بي يو اذا عندكم جي بي يو قوي. بعدين نجي هنا Adaptive Sampling ونفعل Viewport Denoise ونحطه 30. هذا الباقي خليه نفسه، خلينا نكمله من هسه على مود بعد ما نرجع له. نجي على Performance، هاي نحولها الى 256، ها هي، هذا كل اللي نحتاج نسويه، باقي هو البلندر حيسوي لنا كل شيء بنفسه. زين، نجي ندوس هنا أنا. بس خل اشغل ثواني هذا، اوكي، خل ندوس زي نحول على رندر، وتقدر تحولوها من هنا. هاي الاخيره هي رندر، هاي واير فريم، هاي سوليد، هاي ماتيريال بريفيو، هاي رندر. اوكي، هسه هذا الرندر فيو، ندوس صفر على ودي يحول لنا على الكاميرا، لانه احنا لازم نضبطها حسب الكاميرا. زين، نوعا ما نقدر نفر ال HDRI. مين نفرها؟ عندنا هنا روتيشن على محور زي، فور مثلا 10
10 درجات هنقدر نلاحظ اذا افترت لو لا. هسه افترت هاي منها فرها 20 درجة اوكي نقدر نفر بعد فر بعد لو خلينا هنا أنا. اوكي خليها هيك حاليا زين. هذا كل اللي تحتاجوه بالرندرة يعني هسه هذا هاي هي يعني بقى بس تضبطون تحطون تفاصيل ما تفاصيل هي هاي من ترندر نهائيا راح تكون يعني قريبة لهذا الشكل. هو هذا فيو بورت رندرينج يشبه تقريبا رندر النهاية بس رندر النهاية تكون دقيقة اكثر. زين ايش نحتاج بعد انا تكون الرندرة واقعية؟ نحتاج انه نروح للكاميرا هنا ونشغل ال depth of field لانه الكاميرا بيها فوكس. ماكو كاميرا ما بيها فوكس، اي كاميرا بيها فوكس، فلازم نشغل depth of field ونختار الاوبجكت. فحنختار هذا الاوبجكت مثلا اللي هنا هذني الكاسرات ويكون الفوكس عليهن. هسه هذا بدأ يرندرهم جديد، هذا النيل السامبلز دي يرندرهن من تكمل يوصل 30 يشتغل الدي نويز على مود يشوفنا الصورة شلون راح تطلع. 30 يشتغل الدي نويز هذا هيج الصورة تقريبا راح تطلع هيج. زين هسه هل هاي واقعية؟ لا بعد شنو عندنا اشجار، شنو بعد عندنا الجو مو صافي، جو بي غبار بي ضباب بي شي، فنحتاج نحطها ان شاء الله. شلون نحطها؟ هي فوليومتركس. الفوليومتركس نقدر نحطها يا اما هنا بالفوليوم او نحطها بالكيوب، يعني هيك نحط كيوب ونقول له هذا حولنا الى فوليومتركس. بس نقدر نحطها هنا دوس شيفت اي نروح على الشيدر اكو فوليوم سكاتر، هذا فوليوم سكاتر نحطه هنا أنا. بعدين نربط هذا بالفوليوم تظهر، بس الفوليوم نحطه فوليوم سكاتر راح ايش يصير؟ راح يثقل كل شيء ما صار هنا أنا. فنحط 0.01 نقلله لانه صار هوايه. بعد لازم نقلله 0.01 هم لازم نقلل بعد 0.3 هي اكثر شي من نستخدم اتش دي ار اي مرات هاي ما تشتغل العملية. اوكي ما اشتغلت نشوفها. زين هذا ندوس له ديليت، مرات هاي عادي ما تشتغل. فايش نسوي؟ نسوي الطريقة الثانية اللي هي ندوس زي نحول على ماتيريال بريفيو تظهر شوية. اوكي هسه نجي ندوس شيفت سي يعني مود الكورسر يصير لنا بالوسط، بعدين شيفت اي ناخذ كيوب ندوس تاب ونكبر الكيوب كبره هواية. زين ورا ما كبرنا الكيوب ندوس تاب نطلع من الايديت مود نروح على هذا نجي على فيو بورت ديسبلاي ونسوي التكستشر الى واير. اوكي فهسه هذا صار عبارة عن واير يعني لا شيء. زين وراها هذا نروح على نانا اوبجكت نجي نسوي له نيو ماتريال
تشيل هذا الماتيريال تس شيفت اي شيدر فوليوم سكاتر نحط الفوليوم سكاتر بالفوليوم وندوس صفر خارج صفر صفر واحد زين اذا اريد اكثر صفر خارج صفر واحد يعني ندوس صفر على مود يطلع لنا الفيو مال الكاميرا وندوس رندر ونبدي نشوف ننتظر لانه هسه اشتغل بس لاحظنا انه الفوليوم هواية يعني كانه صارت تراوح فش نسوي نقلل نسويها صفر فارز صفرين اثنين قلل بعد صفر فارز صفرين واحد الفوليومتركس مهمة لأنه تعطينا شوية واقعية للصورة بعدين نقدر نصلحها بالكونتراست اذا شفتوا مكان فاتح لو شيء وعثين لاحظوا شلون صار واقعي زين هاي بسبب الفوكس مال الكاميرا نقدر نجي على الكاميرا هنا فوكس مالته هذا نزيد نسوي مثلا 4 عاد ما يغوش هواية نقدر نقرب ونشيك المناطق القريبة حتغوش هواية لو لا ننتظر الدي نويز يخلص شوية حاسبتي مو كلش قوية ولازم ترندر على جي بي يو جي بي يو اسرع وماكو فرق بين رندرة جي بي يو والسي بي يو كواقع يعني ما واحد يقول ها لا رندرة السي بي يو واقعية اكثر الجي بي يو مال العاب ماكو هيج ابد جي بي يو هو يدعم الريل تايم رندرنج فالجي بي يو يكون اقوى بالرندرة هنا وحتى اقوى بالرندرة بعدين بالرندرة النهائية جي بي يو اسرع مدعوم اكثر خاصة الجرافيكس هو مسؤول عن الجرافيكس السي بي يو ما مسؤول عن الجرافيكس السي بي يو مسؤول عن شغل الحاسبة كلها وهو هم انه يشتغل الجرافيكس يعني انتل جرافيكس موجود بس يعني الجي بي يو هو متخصص للجرافيكس فتحت تستخدم السي بي يو لا تستخدم الجي بي يو اكيد تستخدم الجي بي يو المتخصص للجرافيكس زين هسه على مود ما يثقل هسه تقريبا هاي واقعية 2Z solid زين هسه ايش نحتاج اشجار تعرفون هاي الفئة كمان حطوا اشجار قدام الضوء على مود تعكس هاي شوية تعطينا distortion بالظل تطلع واقعية اكثر هي ممكن تكون موجودة ممكن مو موجودة بالواقع بس عادي يعني اكو بيوت ما يطلع بيها يعني يكون الظل هيجي حاد بيها ماكو اي distortion ولا شجرة قباله بس يعني حتى نضيف واقعية او لقطة يعني حلوة لازم نسوي اشجار بس شلون نسوي اشجار نسوي اشجار ونجيب اشجار هاي هنا أنا مهمة لانه بالبلندر تقدرون تسوون اشجار شلون نرجع على اللايوت اوكي هسه نجي نسوي اشجار ندوس ان على مود نوخر هذا نرفع هاي شوية نجي هنا ونروح على ام تري نود اللي قلت لكم نصبوه بالتوتوريالات مال المبتدئين مال بيجنرز بالبداية وام راح احط التوتوريال البلاي ليست مالته احطها بنهاية الفيديو واحطها خلال الفيديو تطلع لكم هنا هيج علامة دوسوا عليها يطلع لكم بلاي ليست زين هسه نقول له عندنا شنو عندنا
نيو. زين هسه عندنا ام 3 هاي هنا موجودات هنا لود بريسيت عندنا ديفولت 3 اولد اوك هذني هنا مجموعة اشجار موجودة مخزنة رأسا تقدرون تستدعوها بس اذا تريدون انتو تسوون الشجرة وانتو تتحكمون بها هم اكو طريقة فمثلا هاي اولد اوك لود بريسيت زين تجي هنا تقرب بعدين تقول له create tree هسه تطلع لك شجرة بس شوي حمل هياتها هاي شجرة اختارها دوس جي واي جيبها هنا زين شجرة كبيرة زين هاي في حال انه سويت لود البريسيت موجود عندك مال اشجار عندك اكو بعد انواع بس هو هذا برنامج لا نهائية للأشجار بي يعني تقدر تصنع أي شجرة تريدها فهسه احنا للسرعة راح نستخدم هاي الشجرة وإذا تريدون نسوي توتوريال لأخ انه شلون نسوي الأشجار انه احنا نسويها فنجي هنا نقول اوتو ابديت طبعا تقدرون تغيرون بيها هنا بس يحمل برا الشجرة ثقيلة ف اتحمل هواية هاي كلها بس يسوي اوتو ابديت ظهر هاي الشجرة بيها هواية ان شاء الله هاي راح تبطئ لي رندر فانا راح اسوي شجرة احسن لي فهاي ندوس لها ديليت ما اريدها زين نيو هنا انا راح اسوي شيفت اي نود اللي هي ترانك نود عندنا هذا وعندنا نحتاج نود اللي هو 3 بارامتر زين 3 بارامتر نقول له create 3 هاي جاتها الشجرة نختارها نقولها جي واي زين اوتو ابديت زين نجي هنا انا ودي اشوف الشجرة كلها السيد هاي الطريقة توزيع الشجرة اللينكث مالتها كلش هواية خلنا نقلله
تسويها فد 12 متر هيجي. الراديوس مالتها 5 متر هواية، نقلله نسوي هيج. بعدين عندنا الريزوليوشن مالتها نزيد شوية، احنا مريت هواية نحطها. بعد شنو الشيب، نغير الشيب مالتها انه يعني منها ضيق منها متوسعة منها هاي. الراندومنس هاي زيد العشوائية مالتها، احنا مريتها كلش عشوائية. وهذا ما اعرف شنو خليه بعدين مو مهم. زين هذا الترانك، الترانك اللي هو الجذع. شو نريد بعد؟ نريد اللي هي البرانش، هذا البرانش. زين هسه نربط الترانك اللي هو الجذع، نربطه بالبرانش اللي هو الجذع الأساسي بالفروع. زين السيد هاي طريقة التوزيع مالتهن. الأمونت شكم برانش؟ 20 أكثر 0 27. زين كيفكم هاي هنا أنا. split angle اللي هي الزاوية مال الانقسام مال الفرع عن الجذع. زين الراديوس مال الجذع نقدر نقلله. زين الستارت مين تبدي؟ منا منا منا، خليها مثلا تبدي منا. زين اللينث نقلل اللينث مال الجذع، مال الفرع مال الجذع قصدي. زين وعدنا هنا الشيب اللي هو هذا شكل الفروع. ريزوليوشن اللي هي ال شلون نقول الجيومتري اللي حتنحط بيها. الراندومنس اللي هي العشوائية مالتها هيجي تقريبا. سبلت بروبابيلتي هذا نزيد انه عندي زيد انقسام الجذع الفرع قصدي. زين عندنا جرافيتي تأثرها بالجاذبية، كل ما نسوي هيك كل ما ينزل دي جوا. فلور افويد هذا يعني يصعدنا عن ال عن الأرضية. عندنا هنا الستارت هذا خل نزيده شوية عن مود يبدينا منه. اوكي زين هسه هذا نقدر نضيف له جذوع لوخ مثل ذيك اللي هي جذوع الجذوع، بس ما راح نضيفها لانه ما حنحتاجها. تريد نضيفها تزيد واقعية عادي بس شوية حتتقل. كريت ليف اللي هي شنية اللي هي الاوراق. شفت اي السنة هنا بالنودز اللي هي التوج توج نود. وين راحت الشجرة؟ شفت توج شو من اضيف توج شجرتي تروح. زين الشجرة وين راحت؟ ها هي جاتها. اوكي مشكلة جي اكس واي نعم. زين وهذا جي واي، طبعا هاي تقدرون تتحكمون بيها من هنا اللي هي سيد مالتها اللينكث. اقل اللينكث ها.
الراديوس برانش ما ادري شنو، عندكم حتى انواع من الاوراق هم موجودة. فاحنا حنستخدم هاي الديفولت هسه السرعة، نيجي على هذا نستخدم هاي. Auto update. اوكي هسه صارت هاي هنا. نجي على هذا، عندنا هنا انا بالبارتيكل سيستم، وانا بارتيكل سيستم ما بعرف شايل يمين هاي النسخة. المهم نقدر نتحكم بيها من هنا اللي هو كبر الاوراق وما ادري شنو، وهذا الجذع نقدر نتحكم به من هنا، يعني هو هذا اللي حنحتاجه. هذا سوي له ديليت زين. وهاي عندنا الشجرة، نختار هاي وهاي، دوس صفر عمود يشوف وين نحطها، دوس لها سكيل ونزغرها هيجي جي اكس، نوديها هيجي من هنا اوكي. بعدين نجي هسه ريتها من هنا Alt D Y زين. الإضاءة من جاية؟ جاية من هنا G X هيجي زين. هذا هسه بعد ما نحتاج ننزله يو صفر زي رندر. هسه هاي الشجرة هي الظل مالتها، يعني ايش حنسوي؟ حنبعدها بعد اكثر، يعني مود الظل مالتها يكون سوفت اكثر، كل ما بعدناه كل ما صار الظل سوفت اكثر. وحنجيبها لهنا هيج زين. هسه نقدر هو ريل تايم يعني نشتغل بيها، فعلى مود يسرع السالفة نرجع للسوليد. هذا ندوس حرف H هايد، على مود شنو عاد ما يطلع لنا، عاد نقدر نتحكم بس بدني. ناخذ هاي وهاي وبعدين جي واي نوديها هيجي، وبعدين جي اكس نجيبها هيجي شوية، ندوس صفر بعدين زي رندر. ابتعدت هواية زين. نقدر نطلع من الكاميرا على مود نشوف، وندوس جي واي لان بعدنا مختاريها نفسها، ونقربها الان نشوف الظل مالتها بدا يطلع على البناية. بعد شوية هيجي تقريبا، ندوس صفر ونشوف وين وصلت. اي هاي هيجي موجودة هنا وموجودة هنا، شوية دي يتسرب ظل عندنا هنا. هذا حلو، وعندنا هاي الشجرة مالتنا هناك. زين هسه بقى عندنا هذا الحائط، نقدر نسوي بلون هذا، نقدر نسوي صب، ونقدر نجيب ماتيريال داخل.
هذا ما سوينا. زين دوس زي سوليد، هذا الحائط راح الشيدنج زي ماتيريال بريفيو، ننتظر ماتيريال بريفيو يشتغل. ديلا وود نوت ريسبوندين كالعادة. ها شنو هنا؟ ما هذا؟ ديليت، ما اعرف شي طلع شنو هو؟ ما هذا؟ المهم نكمل. عندنا هذا، نروح على يو في ايديتنج ونقول له يو سمارت يو في بروجكت. اوكي يعني اكو غلط، مدام طلع لنا هيج نقول كنترول اي. لو مو هيج تاب، نقول كنترول اي روتيشن اند سكيل، بعدين تاب، بعدين يو، بعدين سمارت يو في بروجكت. اوكي لسه طلع صحيح شيدنج. زين هسه نجي، يا اما نحط له هذا ماتيريال، يا اما نحط له هذا، خلينا نحط له هذا. نجي بس على هاي عشان يا جراس، صح عشان هو جراس، ناخذ الكونكريت من هاي سلوت مال كونكريت، ونجي نشمر السلوت مال كونكريت على هذا. ما نقدر ما نعدل عن باقي. زين شو بقانا؟ بقانا هنا هذا، نريد نحط زرع. ممكن خلينا نحط على مود يصير مثل الصورة مال ثمنيل. زين نروح على اللاي اوت، نجي هنا نحط بس ان عندي يعني زرع تقدرون تحملون من اي موقع، تقدرون تستخدمون هذا مال ام تري نفسه تسوي لكم شجرة لخ. هذا برنامج انا مشتري موجود. زين استخدم هاي مثلا، جد استخدم هاي الثامنيل. اوكي نجيبها جي اكس هياتها، جي واي خلنا نوخر هاي، ندوس اس سيرش كبيرة خلنا دخلنا ار زي. اوكي جي زي هج. اوكي نقدر ندوس صفر عندي يشوف مكانها، بعدين الت دي اكس هجي، نزغرها شوية نفرها شوية، نفرها على زي هجين شوية. زين بعدين Alt D X S كبرها شوية R Z هجين. زين شوف هجين يعني مقبولة. هسه تبقى اعدادات الرندرة، اعدادات الرندرة هي هذا، بدنا الرندر 128، هذا السامبلز كل ما تزيدوها كل ما احسن. ليش؟ لانه يزيد عدد المعالجات مع الصورة. فهذا سووا 400. زين الدي نويز هذا ما لكم علاقة به، هذا مال فيو بورت بس. عندكم بعد
الكالر مانجمنت، هاي بعدين نجي عليها. بس انتو بكل الاحوال الكالر مانجمنت شو تسووها هسه؟ خلينا نشوف، من ندوس هاي سوينا رندر. ما اقدر ارندر هسه يعني، شوف كون حطوا اللي عندي، بس هي يعني حتكون نفس الثمنيل. فبس اقولكم على الشغلات الاساسيه. هاي وين راحت الشجره؟ جاتك شجره هنا؟ خاف اني مسحتها. ثواني خليني اتاكد. زين ما هذا يا إلهي؟ شفت دي اكس واي هاي شنو؟ شفت دي ها صح. بعدين جي اكس خربت لنا السالفة. زي رندر جي واي قربها قربها. لا انت تطلع وين طلعت؟ لا ما طلعت. جي واي بعد واي 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 دو الصفر عم نشوفها صارت هنا ولا لا. اي اوكي هسه خلي كمل الرندرة. هاي مال الرندرة مال الفيو بورت. هاي اذا تشوفون اكو هنا مكتوب 2 جيجا بايت، هاي 2 جيجا بايت معناها استخدام الميموري، يعني ايش قد يستخدم البرنامج من الرام. فهذا اذا مثلا الرام مالتي 16، اذا وصل 16 البرنامج بعد قوم ياخذ. فيعني لازم تدارون انه هاي توصل 10 تقومون تقللون اوبجكتات شي. بس هاي 2 يعني لوز. زين هسه شبه عندنا؟ ها قلنا الكالر مانجمنت. كالر مانجمنت هاي عندنا اللوك شو نسوي؟ نسوي ميديوم هاي كونتراست مع وجود الكيوب. شنو الكيوب؟ الفوليومتريكس. ليش الفوليومتريكس؟ تعطي واقعية اكثر. خلينا نخليه هسه يرندر. بالمناسبة ما هاي ما حتطلع، اللي حيطلع عندنا بس هذا داخل الفريم هو اللي راح نشوفه. اوكي هسه عندنا هنا شنقدر شو نسوي؟ هذا مثلا اذا سوينا هاي كونتراست هذا صار هاي كونتراست. زين فبعدين شو نسوي؟ نزيد الاكسبوجر شويه، يعني صار فارز واحد او صفر فارز اثنين.
زين بعدين نقول له use curves نجي هنا ننزل ايش اكو اكو هاي هذا contrast و RGB اللي هو red green و blue فهذا اذا سويناه هيك حيكشف واذا رجعناه راح يغمق فهذا يعني خلينا نحطه بين البينين يعني لا هو ثواني لا هو كاشف ولا هو كلش غامق يعني هيك تقريبا زين هذا اوكي زين هسه عندنا هذني القيم مال الوايت ليفل اللي هو الريد والجرين والبلو هذا البلو نزيده شلون نزيده من نزيد البلو على مود يصير شوي بيها زراق الصورة كل ما نقلل الرقم اقل من واحد يزيد عندنا البلو يعني اذا نسوي صفر فارزة 9 زاد زراقها نسوي صفر فارزة 8 زاد زراقها اكثر فمثلا نسوي صفر فارزة 9 والريد ليفل نقلل شلون نقلله نخلي القيمة اكثر من واحد تناسب عكسي يعني هذا واحد فارزة 2 صارت على خبر شوية سوي واحد فارزة 1 احسن فهاي شوية يعني تطيهم واقعية شوية عندنا بعد نقدر نضيف اضاءات هنا هاي ما اضفتها الثاني ما اعتقد واحد يحتاج اضاءة بالنهار نطلع واقعية اذا لقطة ليلية هي تحتاج اضاءة زين ويبقى عندنا الكومبوزيتنج الكومبوزيتنج شنو بس اسوي عليه توتوريال الاخ اللي هو ورا ما ترندر عندك الكومبوزيتنج هسه اعدادات الرندر عندنا هاي سويناها مال الالوان زين وعندك ال 400 سامبلز هاي الباقي هنذني مثل ما هن عندك تجي هنا هاي ابعاد الصوره ابعد الصورة حسب ما وين ما تريد تنشرها 1080 بي اذا انستغرام وانستغرام اذا تريد تاخذ من اللقطة اللي انت رندرتها لقطات اصغر فاكيد راح تستخدم 4K شي زين فخلنا نبقي هسه 1080 بي بن عندك هذا الكلر ديبث خليه 16 compression اللي هو amount of time تسمي best compression zero no compression no compression قصدي zero خلينا نخليها zero مريت compression خليها الصورة عالية زين png عندك وعندك jpg png احسن لانه يعطيك color range اكبر زين هاي الاعدادات الاوتبوت مال الصورة زين شعدنا بعد عندنا هنا هاي المابات اللي ممكن تتضمن ويا الصورة ايش تحتاج هنا تحتاج دينويز داتا هاي تحتاجها بعدين بالكومبوزيتنج ايش نحتاج بعد هذني ان شاء الله امبيانت اكلوجن نحتاج امبيانت اكلوجن زين واذا ما تريد الخلفية مع الصورة يعني الباكراوند مع الصورة اذا ما تريده تجي لهنا باكراوند مع اتش دي ار اي وسوا بقى يعني بيش ضرك فتجي وين بالله بالبرفورمانس لو بالفيلم بالفيلم يمكن بالفيلم اكو هاي ترانسبيرنت من دوس ترانسبيرنت هذا الظهر مالته راح يروح يعني راح تصير الصورة من ورا شفافة تحط لها اي باك جراوند انت تريده وهذا هو سيبقى بس ارندر بالرندر ايش تدوس تدوس F12 فيبدي رندر تدوس F12 هسه حيبدي يسوي حسابات هاي الكالكوليشنز مالته راح
احسن شي تحطون اعدادات الحاسب على الماكسيمم خلال الرندرة على مود يكون اسرع. هسه انا لازم احط الجي بي يو اوفر كلوك على مود يكمل بسرعة. هسه هاي راح يبدي يعني يكمل هذني كلهن، وبعدين نسوي لها دي نويز بالكومبوزيتنج. فهسه انا راح اغلق هنا لانه لازم افتح اعدادات الحاسبة واسوي اوفر كلوك للجي بي يو على مود ترندر اسرع على مود نسوي الكومبوزيتنج. وهيكون الكومبوزيتنج هو التوتوريال الاخير، انه بس توخر النويز اللي حيصير بالصورة. بس هاي زي سوليد هي اللي هنا نوقف ونشوفكم بالتوتوريال اللي وراه. بايز.